السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. اليوم إن شاء الله إحنا معاكم في سلسلة من حلقات الديكورات الحديثة. هنبقى معاكم إن شاء الله النهار اليوم في تقفيل الجبسون بورد. بعد كده هيبقى في حلقات تانية إن شاء الله عن بديل الرخام وعن بديل الجبس اللي هو الفوم. طبعا احنا بنقفل الجبسون بورد، ده يعتبر انضف معجون للجبسون بورد. جربت معجون كتير انما ده يعتبر انضف معجون، بيديك النعومية اللي انت عايزها، مهما تديله طبقات ما بيفلقش، حلو جدا، ناعم الملمس بعد الصنفرة. طبعا بنقفله ده اسمه كورنان تيب او الزاوية، يعني الزاوية فيها شريحتين صلب، بتقطع تاخد المقاس وتجرب على المكان بتاعك نفس المقاس بالظبط، بحيث لما تيجي تحط المعجون ما تشيلهاش تاني، يعني كده مقاسها مظبوط او كده تمام مقاسها، وهيحط المعجون. طبعا هيحط المعجون، بنحط طبقة معجون تحتها حوالي ملي او ملي او ملي او ازيد شوية، ما فيش مشاكل. المهم ما تخليش حتة فايتة من غير ما تحط لها حتة معجون. اي جزء ما فيش فيه معجون هينفخ معاك بعدين وهيتعبك جدا، فانت تحافظ ان لازم يكون المعجون تحت الكورنر تيب دوت مالي المكان كله، ما فيش فيه اماكن فارغة. طبعا الشريحتين بيبقوا للداخل، الزاوية اللي هي الخارجية الشريحتين بيبقوا للداخل زي كده بالظبط. بعد كده بيتقفل بصابعك حلو على تضغط عليها قوي، يعني بقوة، وتخرج الهواء وتضغط على الشريحتين الصلب حلو جدا بصابعك قبل ما تمسك السكينة، وتخرج كل المعجون اللي تحتها. ايوه بنفس النظام كده، بتسحب المعجون اللي تحتها كله بحيث ما يبقاش فيه حاجة عليها من الناحيتين. طبعا بعد كده بتديها طبقة سمكها برضو 2 ملي حسب الوضع اللي عندك، بس بحيث انها تغطي الشريحة كاملة، الورق، قطعة الورق اللي موجودة وبالشريحة، بتديها طبقة. ايوة بنفس النظام كده تمام. طبعا في ناس بتستخدم الشاش في الزوي والحاجات اللي زي دي، بس طبعا الشاش شغل مقرف جدا وما بيديكش النتيجة اللي بيديها الكورنر تيب، لان انا جربت الشاش قبل كده قبل ما الكورنر تيب ده ينزل. لما نزل الكورنر تيب ده بصراحه ممتاز جدا وشغله مريح جدا. هاخد الشريحه الثانيه نفس النظام برضو، لازم تقيسها كده الاول تمام ومظبوط، تديها لايه طبقه المعجون بتاعتها اللي تحت زي ما قلت لك، ما تخليش لو سنتي واحد ما تخليش مكان ما فيش فيه معجون، لان هيتعبك جدا بعد كده لو نفخ تمام. وان شاء الله زي ما قلت لكم احنا مع بعض على طول في حلقات اللي جايه، هنقدم لكم تركيب بديل الرخام برضو، حلقات حلوه ان شاء الله. والفوم برضو، تركيب الفوم، لان في ناس كتير كلموني على تركيب الفوم، فقلت لهم ان شاء الله في حلقه هتنزل قريب عن تركيب الفوم. طبعا بيضغط بايده كويس جدا على الكورنر تيب، وبعد كده بالسكينه يضغط جامد. طبعا السكينه اللي انت بتستخدمها، في سكينه ستانلس لا هي طريه جدا ولا ناشفه جدا، اما تكون طريه مش هتعرف تخرج المعجون كويس من تحت الكورنر تيب، لو شديده وناشفه السكينه ممكن تقطع معاك وتقرفك. ففي سكاكين صلب بتبقى ايه نص طريه كده، لا هي ناشفه جدا ولا طريه جدا، تريحك في الشغل يعني. طبعا واقفل الزاويتين دولت واقفلهم بقى، ما بتيجي تسحبهم بقى الاتنين مع بعض حاجه زي كده، بتبقى سكينه عريضه شويه بحيث تملى المكان كله بدل السكينه الصغيره تمام. يمشي بقى بإذن الله على نفس النمط كله، بحيث يقفل الايه
الجبسون بورد بتاعه كله. وطبعا بعد ما بتقفل الجبسون بورد بتاعك كله، تاني يوم بقى ما بينشف طبعا. معانا الاخ ابو خالد ابو محمد، كان بيعمل حته معجونه كده لان في حتت كبيره مكسره وكده، فبيظبطها. الحته دي انا قدمتها شويه عشان نلاقي الفيديو ما يطولش، بحيث ان ما يبقاش طويل وتزهقوا مننا. فبيقفل برضه قطعه قطعه بنفس النمط زي ما قلت لكم، بيسحب معجون ويحط الزاوية ويسحب معجون من تحتها، وبعد كده يحط معجون فوقها بنفس النمط كل الايه الشغل اللي هو معانا ده. الجبسون بورد عايز شغل بإتقان، مش عايز جري وعايز صربعة بحيث انك عايز تخلص وتجري، لا. الشغل لازم ياخد حقه، الشغل لازم تتقنه، سواء انت اتفاقك مع الزبون عالي او مش عالي، المهم ان انت اتفقت معاه، المهم تدي للشغل حقه. لان الشغل من غير ما ياخد حقه، من غير ما يكون للشخص اللي شغال عنده ضمير، بصراحة ما بيطلع مش مظبوط، لان احنا ناقصنا الضمير في كل في شغلنا وفي حياتنا كلها. فياريت كل واحد يراعي ضميره في شغل وفي لقمة العيش، عشان ربنا يبارك له في أولاده وفي زوجته وفي بيته، ويا رب يرزق الجميع إن شاء الله. طبعا زي ما قلت لك، بعد ما بتخلص بقى الجبسون بورد تقفله كله بالكامل، تاني يوم بتيجي تسحبه كله سكينة بقى كامل، اللي هو اللي واخد معجون واللي مش واخد معجون، كله يسحب معجون بحيث ما يبقاش فيه فواصل. وطبعا بتصنفره بصنفرة ناعمة، لأن المعجونة ديت ما هيش شديدة، حلوة جدا في الصنفرة، بتريحك في الصنفرة. ممكن تديها السكينة التانية منها عادي، أو ممكن تديها معجونة عادية، بس الأفضل من المعجونة ديت، برضو بتريحك وبتملى حلو. وبعد كده اللي حابب مثلا، لو اتفاقك حلو وفي مجال وكده، ممكن بتدي وش استنبر أو بلاستيك اللي هو المط، وتديها سكينة بقى من المعجون العادي. إنما السكينتين من المعجون دوت وصنفرة ودهان بيغنوا يعني في الشغل. طبعا معانا برضو الشاش اللي هو وراه لكم في الأول. الشاش ده بنستخدمه في الفواصل اللي هي بين الجبسون بورد وبعضه، بيبقى فيه الألواح بيبقى بينها فاصل كده، فبنستخدم الشاش فيها، بتلزق الشاش. بس طبعا كل الشغل اللي معانا دوت ما فيش فيه فواصل، فبتستخدم الشاش وبعد كده بتملاها برضو معجون، بتديله طبقة. في برضو فيه بين الحيطة وبين الجبسون بورد ممكن تستخدم الشاش، بس برضو الشاش زي ما انا بقولك بيتعبك، فانا بستخدم الزاوية بس، بستخدمها بطريقة تانية انا هوريها لك، بتريحك جدا في الشغل وبتخلي الزاوية طالعة قلم. طبعا بيقفل الجزء التاني، دي بقى اللي انا بقول لكم عليها، الزاوية. طبعا بتاخد مقاسك تمام ويقص، وقبل ما يحط المعجون بيقيسها بره. بس شوف بقى الزاوية ديت انا بقلبها لبره، يعني الشريحتين بيبقوا لبره تمام، ايوه، غير الزاوية الخارجية، الشريحتين بيبقوا لجوه، دي الشريحتين اللي بره. ويحطها على المقاس، يشوف المقاس الأول تمام خلاص، يركنها ويجيب المعجون ويقفل بنفس النظام كده. بيسحب طبقة ملي 2 ملي معجون على الناحيتين برضه، وبتبقى حوالي 4 سنتي 5 سنتي، هي زيادة شوية مش مشكلة. بعد كده أنا بقى بشيلها كلها، بفرغها من تحت الزاوية. طبعا في ناس ممكن تستخدم الفوتونايت في التقفيل دوت عادي، انت لو عجنت الفوتونايت حلو معاك شنيور وعجنته حلو واشتغلت به مفيش مشاكل، بس لو انت جربت المعجونة ديت هتريحك جدا، ومش فرق كبير بينها وبين الفوتونايت يعني. طبعا فرد المعجون،
حط الزاوية بيضغط عليها جامد من الناحيتين، أيوة، يفرغ الهواء. بعد كده بالسكينة ويفرد، يشيل كل المعجون اللي تحت. الناحية التانية نفس النظام، كان واحد داخل بيتكلم، فالمعلم خالد بقى معلق الكاميرا ومش عارف هو بصور فين. كده تمام، بيديله بعد ما سحب المعجون اللي تحت بيديله الطبقة الايه الخارجية برضو، ديت نفس النظام. بعد ما بينشف بتيجي بتديله سكينة تاني، ممكن تمشي صنفرة خفيفة او تمشي السكينة كده وتديله ايه السكينة التانية، وبعد كده بتصنفر مرة واحدة كده او كده اللي يعجبك يعني، مفيش مشاكل. تمام، خد كل الزاوية من فوق لحد تحت بنفس النمط كده. تمام، تسلم ايدك يا معلم. طبعا انا سرعت برضو الجزء دوت، بياخد بقى الايه كل الزاوية اللي باقية. طبعا انا مش هنفضل الفيديو لحد ما اخلصها كلها، انا بقى افصل حتة على اساس ما ايه الفيديو ما بقاش طويل وتزهقوا مننا. وباذن الله تابعونا وهتلاقوا معانا كل جديد في عالم الديكورات فنون محمد البلوشي. اخوكم في الله، ولا نرجو منكم الا الدعاء، ربنا يرزقنا جميعا ويرزقكم. وبس اهم حاجة زي ما قلت لك، تعامل ضميرك في الشغل عشان ربنا يكرمك في اولادك وفي زوجتك، مش شرط الفلوس. اهم حاجة زي ما قلت لك البركة في الرزق اللي جاي لك، لان مش بالكترة بالبركة. فربنا سبحانه وتعالى اما بيبقى فيه ضمير ربنا بيبارك، وربنا يرزق الجميع يا رب. تمام، خد الزاوية الخارجية برضو بنفس النمط، بيسحب المعجون ويحط الزاوية ويسحب المعجون التاني فوق. وأهم حاجة زي ما قلت لك ما تجريش في الشغل على مهلك خالص، لأن الشغل ده بالذات عايز إتقان وعايز صبر، مش عايز جري. لأن في لو في حتة نفخت منك بتقرفك جدا، بتجيب المقص وبتقصها وتديها معجون وطبقة من المعجون، هتاخد طبقة كبيرة وتستنى ما تجف وكده. فانت براحتك خالص تشتغل وتدي للشغل حقه، هيطلع معاك في الفينش مية مية ان شاء الله. وزي ما قلت لكم حلقات الفوم ان شاء الله جاية، هنجيب تركيب الفوم وتركيب الورق داخل الفوم، وازاي تدهن الفوم وازاي تقفله بحيث ما يبقاش باين في اي شيء، وكذلك بديل الرخام. وان شاء الله برضو في ناس مكلمين على الشغل اللي هو القديم، لان في ناس في دول دلوقتي بتعمل الشغل اللي هو ما عدناش بنعمله دلوقتي، اللي هو الخيال والروعة والشموا والحاجات ديت باذن الله. فاي حد محتاج اي حاجات من ديت يكلمني، لو كده اعمل لكم حلقة عنها ان شاء الله. طبعا الواحد مرضش ينزل بقى الشغل اللي هو الاساس وكده، الاساس الجدران، لانها حاجه خلاص بقت معروفه وكل الناس عارفاها. طبعا كده هو خلص قفل كله تمام الحمد لله. الجزء ده زي ما قلت لك بقى، تيجي بقى تدي تاني يوم السكينه التانيه تسحبه كله، ما تخليش بقى الحته اللي هي باينه في الرف دوت، تسحب كلها مع بعضها سكينه كامله بنفس المعجون او فوتونايت او معجون من العادي. وبعد كده بتصنفر
وتكمل شغلك، وأرجو إن يكون